احتفلت إدارة سيتي ماكس بافتتاح فرعها الجديد في حي الأصبحي بالعاصمة صنعاء لتقدم لعملائها ملبوسات تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك. اقتراب عيد الفطر المبارك يضع المواطنين في حيرة من أمرين بسبب ارتفاع أسعار الملابس وخشيتهم من ضياع الوقت في التنقل من متجر إلى آخر، إلا أن سيتي ماكس يقضي على حيرة المواطن وخشيته، حيث افتتحت شركة سيتي ماكس فرعها الجديد بحي الأصبحي في العاصمة صنعاء ليلبي احتياجات المواطنين لاستقبال العيد. هذه المشاريع العملاقة في ظل هذه الظروف الموجودة تدل دلالة كاملة على أن رأس المال الوطني رأس مال وطني بحق وشجاع، لا تهمه الظروف ولا تهمه ما يحصل، ومع هذا ومع كل الظروف في ظل الحصار تجد هذه الأسواق البديعة الجميلة التي إن دلت على شيء إنما تدل على وطنية رأس المال الوطني. أسعار تخفيض كبير جدا ومنافسة كبير جدا وجودة أيضا عالية كبير جدا، وأيضا المواطن عندما بيتكرر وزير سيتي ماكس سواء كان في الستين أو في أب أو في الحديدة بيخرج بانطلاع طيب جدا. كل ما تحتاجه تحت سقف واحد، أحذية وملابس للأطفال بمختلف أعمارهم، وكذا الفساتين والملبوسات النسائية والملابس الرجالية، إلى جانب تخصيص أقسام خاصة بالصابون والمنظفات والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال. نبارك ونشكر لويس سيتي ماكس على هذا الافتتاح للمشروع الضخم، وسيتي ماكس من يعني من المحلات العملاقة في اليمن ولديها فروع، الآن افتتحت فروع في عدة محافظات. الافتتاح شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من العروض المميزة التي تقدمها شركة سيتي ماكس، وكذا المشاركة والفوز بجوائز المسابقات التي يقدمها الفرع الجديد. يحيى الحبابي، اليمن اليوم. تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا غير